صوت آخر ينادي باسم الدين أن يطمس الجمال. شوهتم سمعته. متطرفو التكبير يجهرون بالخراب، لا فن ولا مدنية ولا حتى تعبير. هو تكرار للفكر الأحدي المدمر. ارفعوا عباءاتكم عن من يصنعون الحياة. استملكتم البلد بصوت التكبير. هل ملكتم مفاتيح الجنة لتدخلوا معارضيكم الجحيم؟ بطولات وروايات ومناد يقول هذا ملكي وذاك لي. تقاتلنا أمتنا وأخلاق تعلمنا مبادئها على يدكم يا من استبلتم أمننا وحياتنا. جائحة كورونا توصي بغرامات مالية. قرار بالهدم يهدد دار الفنون بطرابلس. التشريعات الليبية والزواج المبكر. مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من هنا ليبيا. اعلنت اداره الخدمات الصحيه بني وليد تسجيل 181 اصابه بفيروس كورونا خلال 6 ايام. اداره الخدمات الصحيه بالمدينه قالت انها سحبت خلال الفتره من السبت وحتى الخميس الماضيين 655 عينه دخلت المختبر الطبي، واظهرت التحاليل المعمليه سلبيه 474 عينه، فيما تاكدت اصابه 181 حاله. أوصت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا فيروس بفرض غرامات مالية على مخالفي الإجراءات الاحترازية وتجديد تلك الإجراءات في المناطق التي تشهد معدلات إصابة مرتفعة، حيث دعت اللجنة أيضا إلى وضع ضوابط لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات بالمصارف ومواقع العمل والمطاعم والمقاهي والأسواق والمآتم الأفراح وغيرها من الأنشطة، وذلك مع توفير التحاليل اللازمة للمعامل المعتمدة وإدخال التحليل السريع المعتمد من منظمة الصحة العالمية لتغطية العجز الحاصل بالمختبرات. حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم معنا سيد خالد عطية رئيس القسم المالي باللجنة الاستشارية لمكافحة كورونا. أهلا وسهلا بك سيد عطية. اليوم لو نتحدث عن الجهات الرسمية، هل بإمكانها فعلا تطبيق هذه القوانين؟ مساء الخير سيدي الكريم ومشاهديك الكرام. في البداية دعني أصحح، بس أنا دكتور خالد محمد بن عطية مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة وعضو اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا. طيب. لعل قريب القسم المالي أخي الكريم. الآن هي بعد وصول ليبيا للمرحلة الرابعة عند 51 نقطة من الوضع الوبائي، زياد الحالات في بعض المناطق في ليبيا. نحن الآن في الوضع الوبائي عند 51 نقطة. هذا يعني نحن نقترب من الإقفال النهائي واللي ما نتمناش نوصل له، لأن عندنا مستويات وبائية معينة عندما نصلها يجب أن نوصي بإقفال كامل على مستوى الدولة. نحن نقترب ونقترب بشكل سريع في اتجاه توصية بالإقفال العام، ولكن قبل أن نصل للإقفال العام هنا حضرتك تعرف سيدي الكريم الإقفال العام يعني تأثير اقتصادي وإقفال محلات ذات النشاطات الصغيرة والمتوسطة، تأثير اجتماعي على المجتمع، إمكانية تطبيقها. فقبل الوصول لهذا المستوى نحن نأمل من حكومة الوحدة الوطنية أنها ترفع مستوى الإجراءات الاحترازية لعلنا نستطيع أن نخفض من معدل ازدياد الحالات. طيب. بالتالي أوصينا بحزمة من الإجراءات منها الإغلاق، منها منع التجمعات، إغلاق أي مكان فيه تجمع،
منع طيب المطاعم والمقاهي. هذه نعم. كلها الإجراءات اتخذتها أغلب الدول، ولكن هذه الإجراءات كانت في بداية الفيروس وانتشار الفيروس. اليوم بعد حوالي سنة من هذا الفيروس، ليبيا لغاية الآن غير قادرة على مواجهة هذا الفيروس. إلى غاية الآن ما فيش موعد محدد لوصول المصل الخاص بالفيروس مهما كان أو من وين ما كان، يعني لغاية الآن ما فيش وعود. اليوم كيف سيتم تطبيق هذه القوانين على المواطن، وإلى غاية متى سيتم تطبيقها؟ يعني هل هناك مدة محددة؟ هل هناك وعود في حين الإغلاق أو في حين تطبيق هذه الإجراءات سيكون هناك ممكن وصول هذا الطعم؟ يعني ما هي الإجراءات خلال عملية الإغلاق إن صح القول؟ يعني سيدي الكريم، هذا طبيعة الوبائيات الآن دائما تمر بمنحنيات زياد وانخفاض في الحالات. في إيطاليا الآن رغم أن بداية التطعيمات هم يمروا بالمرحلة الثالثة، بالموجة الثالثة، وهم يوصوا بالإغلاق الكامل في بعض المناطق داخل إيطاليا. بعض الدول الأوروبية الآن تتجه في اتجاه الإغلاق. فطبيعة الوباء أنه يمر بمراحل معينة تزيد فيها الحالات، الدول تبدأ تزيد في الإجراءات الاحترازية تصاعديا عند ما توصل الإغلاق، عند ما ينزل الوباء لمستوى معين ثم تبدأ تفتح في الاقتصاد وتفتح في الإجراءات الاحترازية. طيب قبل من حوالي سنة، نقطة مهمة لو سمحت. ايه تفضل. من يوم أوصت المنظمة الصحة العالمية بضرورة استعمال الكمامة، الآن استعمال الكمامة يعادل استعمال الطعم. سعر الكمامة الآن في السوق رخيص، سعر مناسب للمواطن، عدد وفيات عدد كبير ونشهد فيه في كل مكان. الآن نحن نعول كثيرا على أن الناس حتى لو مداش الإغلاق، لو الناس بس تلتزم بالكمامة، تلتزم بالتباعد الاجتماعي، تلتزم بالنظافة الشخصية، هذا فقط كفيلات. يعني احنا رجعنا للنقطة الأولى سيد عطية، واللي هي كل موضوع العالم رجع لهذه النقطة. طيب العالم كله رجع لهذه النقطة، ولكن العالم اليوم متقدم على ليبيا في عملية مكافحة فيروس كورونا من ناحية وعود فعلية كانت بوصول الفاكسين أو وصول هذا الطعم، ووصلت، وأغلب الدول الآن يعني قاعدة تعطي في هذا الطعم لمواطنيها. ليبيا في وعد ولكن إلى غاية الآن لم يطبق. المركز الوطني من حوالي 6 أو 7 أشهر أعلن على يعني علاج عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا، وقال إن احنا وصلنا لطريقة محددة أو طريقة معينة قدرنا من خلالها نقص عدد الحالات، وأعلن حوالي 800 أو 900 حالة في يوم واحد، أعلن أن هذه الحالات تم شفاؤها. إضافة إلى ذلك أعلن بأن الوضع في ليبيا يعني غير ممكن أن يتم الإغلاق العام، لأن الوضع الاقتصادي في ليبيا هش جدا ولا يمكن هذا. وعليه قرر المركز الوطني وقال إن من المفترض أن احنا نتعايشوا مع الفيروس ولكن بإجراءات محددة. اليوم يقول إن من المفترض أن يتم الإغلاق التام أو الإغلاق لأغلب النشاطات التجارية وما إلى ذلك. السؤال، هل يمكن للمواطن الليبي اليوم الالتزام بهذه الإجراءات في ظل كل ما يحصل فيه وفي ظل كل الوعود اللي قدمها المركز الوطني ولم يفي بأي وعد من هذه الوعود؟ سيد الكريم، في نقطة مهمة جدا أو على الأقل نقطتين مهمات. الأولى أن طبيعة الفيروس مش في ليبيا، في العالم وعبر التاريخ، أن كل دول تمر بارتفاع في المنحنى وبالتالي تلجأ إلى اتخاذ تدابير أكثر إيلاما مثل الإغلاق النهائي وبعد ما يتم انخفاض المنحنى للوضع المستوى الثالث تبدأ تفتح في الاقتصاد متاعها بشوية وتراقب. طيب احنا قاعدين نحكي سيد عطيه فقط لضيق وقت المكالمه فقط يعني الفكره. فاذا ليست ليبيا بس، هذا وضع طبيعي. اللي حضرتك تقول قبل سنه كانت الاحترازات قبل سنه وحتستمر طالما الوباء موجود، حيكون هناك مراقبه وضع الوبائي. عندما يكون هناك ارتفاع ووصول الى ارقام حرجه يتم الاغلاق، وعندما يتعافى يتم الفتح. هذا الاولى. الحاجه الثانيه، خليني بس نصحح لحضرتك، المركز اليوم منظمة الصحة العالمية غيرت معايير الشفاء. كان الشفاء ما يعلنش عليها حالة شفاء إلا ما يكون المريض قد أجرى حالتين PCR متتاليات. في يوم من الأيام منظمة الصحة العالمية وعبر دراسات قالت المريض اللي يقعد 10 أيام من غير أعراض مع 3 أيام يعلن إن هو حالة شفاء. فعندما
قام المركز الوطني بتطبيق هذه المعايير أعلن على أعداد كبيرة من الحالات الشفاء اللي هي ممكن ما ندرلهاش حالات بي سي آر، فهو بناء على تغير في معايير معدلات الشفاء تم الإعلان على أعداد كبيرة. العالم كله يتكلم عن التعايش مع الفيروس إلى عند ما تتم يتم التطعيم الكامل. نتمنى تكون وصلت البوينت تبعك باش ما نكونش قطعتك، واسف لو قطعتك سيد عطيه، ولكن فقط للتوضيح وللوصول الى نقاط مباشره واجابات مباشره. شكرا جزيلا لك سيد او دكتور خالد عطيه، مدير المكتب التعاوني في وزاره الصحه وعضو اللجنه الاستشاريه لمجابحه فيروس كورونا. ناشد عدد من النشطاء والمهتمين رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد دبيبة بالتدخل العاجل لمنع هدم دار الفنون الواقع بطريق السكة بمدينة طرابلس، معتبرين أن الحفاظ على المعالم ذات القيمة الثقافية هو حفظ لهوية البلد. يأتي هذا بعد إخطار الدار بالإخلاء من قبل جمعية الدعوة الإسلامية التابع لها المقر، الأمر الذي كانت له ردة فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. عدسة القناة تابعت آراء بعض المهتمين فنشاهد. حقيقة قرار فاجأنا وقرار زعلنا في نفس الوقت، قرار مجحف للحركة الفنية والحركة الثقافية في طرابلس وفي ليبيا عامة. دار الفنون من بداياتها في التسعينيات بصراحة شهدت العديد من الاتفاقيات الثقافية فيما يخص الفن، وكذلك العديد من المعارض، وخرجت لنا جيل من الفنانين التشكيليين على مدى هذه العصور. حقيقة قرار ما عرفناش، أنا بصراحة متفاجئة يعني ما وراء هذا القرار هذا. طبعا احنا فوجئنا وصدمنا بهذا القرار الذي يفترض أن يكون داعم للحركة الفنية والثقافية في ليبيا. جمعية الدعوة الإسلامية جمعية عريقة كان على رأسها العالم المستنير والأستاذ الجليل الأستاذ محمد أحمد الشريف، وقد كان هذا الرجل الأكبر داعم للعلم والفن والثقافة، ومن هنا كان دعم دار الفنون بهذا المقر الذي يتوسط مدينة طرابلس وموقع استراتيجي. بعد هذه السنوات العديدة يعني أكثر من 3 عقود وهذه الدار تهتم بالفنون والثقافة، ولعلها يعني الدور الذي قامت به أكبر بكثير ولا تستطيع أن تؤديه مؤسسات الدولة. والله نحن مصدومين كيف صدمتنا المتكررة في بلادنا، يعني كل مرة نوع على صدمة، ولكن المرة هي شيء مسنا يعني هذه قرار يعني ما فهمناش شنو سببه. طاقة طرابلس كلها مع شيء مكان يعني من درامول ولا، وإذا كان مثلا هي في ديون ولا في مبنى، هذا مش عذر أنك أنت دار الفنون هذه مؤسسة يعني زيها زي معلم يعني معالم الثقافة الحقيقية اللي اخذت بيدنا. أنا جيت أول ما جيت أول مرة حضرت معرض في دار الفنون كان عمري 22 سنة، ونتوى عمري 50 سنة، يعني تخيل يعني هي قديش نحن المكان هذا قديش لينا فيه سنة. مشاهدينا حول هذا الموضوع ينضم معنا السيد علي الحراري مدير مكتب المشروعات والتنفيذ الذاتي بالجمعية، وأيضا السيد خليفة المهدوي مدير دار الفنون في طرابلس. ولكن خلونا نبدأ مع السيد علي الحراري. أهلا وسهلا بك سيد الحراري. أولا لماذا الآن يريد أو تريد الجمعية تطبيق قرار إخلاء دار الفنون في طرابلس؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم جزيل الشكر لقناتكم المفضلة هذه وتحت فرصة لنا لتوضيح بعض النقاط اللي صاير فيها لبس للأمانة الشديدة. طبعا احنا جمعية الدعوة الإسلامية ننفي ما تم تداوله بالأمس على مواقع التواصل الاجتماعي حول مبنى دار الفنون. طبعا نأكد لكم احنا جمعية الدعوة الإسلامية في فترة وليست بالبعيد انها شكلت لجنة مختصة لمراجعة كل ممتلكاتها، وكان من بينها المبنى اللي تواجد فيه حاليا دار الفنون. طبعا هذه اللجنة قد تم تكليفها من السيد رئيس اللجنة وفي تحت إشرافنا كإدارة المشروعات والاستثمار، وبعد عمل بعض الزيارات الميدانية لهذه اللجنة تبين للجمعية الآتي أن العديد من المستفيدين من الممتلكات الجمعية لم يقوموا بالالتزامات اللي عليهم من مستحقات وغيرها، ومنهم دار الفنون طبعا، حيث أن دار الفنون لم تقم بتدفع كافة المستحقات اللي عليها إلى جمعية الدعوة الإسلامية منذ سنة 1994.
حيث تنتفع دار الفنون بالدور طبعا في الدور الاول بالشق الثاني المورتات بالاضافه الى البدروم وورشه الفناء الخارجي. طبعا هذا كله كان بمبلغ رمزي للامانه شديده حسب التعاقد اللي كان بينه وبين جمعيه الدعوه الاسلاميه، وكان سابق لنا يعني الموضوع، ولكن ما استفدتش هذه المستحقات اللي عليها، رغم ان هناك فيه العديد من المراسلات والاخطارات من قبل سنه حتى 2011، ولكن للاسف الشديد لم يعني ياخذوه بعين الاعتبار، وزي ما تقول ما تمش دفع المستحقات اللي عليها. ولكن في نهايه المطاف طبعا القيمه هذه تجاوزت حتى ما يعادل 200 الف دينار ليبي، حيث ان الامانه شديده يعني احنا استغربنا ان في بعض المسؤولين يعني في حد من المسؤولين اللي في دار الفنون قام بادخال الجمعيه الليبيه للاستشعار عن بعد وشركه البلسم للادويه ايضا لشقتين بالعماره بدون وجه حق وبدون اخذ حتى الاذن يعني من اداره الجمعيه، واللي هم نفس الشيء لم يقوموا ايضا بسداد اي مستحقات الجمعيه منذ سنوات، وهذا طبعا مخالف لكل القوانين. طيب السؤال سيد علي، لماذا الان؟ نعم سؤال وجيه في محله. يعني احنا طبعا جمعيه الدعوه الاسلاميه للاسف الشديد منذ بعد سنه 2011 حتى تاريخ هذه اللحظه توالت العديد من اللجان. اللجان يعني كلها ما كانتش مستقره، يعني سنتين ثلاثه تجي لجنه جديده تمسك الجمعيه، سنتين ثلاثه تجي لجنه جديده تمسك الجمعيه. بارك الله فيه طبعا الاستاذ الدكتور صالح حسين الفاخري اللي هو رئيس جمعيه الدعوه الاسلاميه، انا طبعا من هذا المنطلق ومن هذا المنبر اتقدم جزيل الشكر للامانه، لانه هو قد قام بالعديد من المجهودات للحفاظ على ممتلكات الجمعيه بتعليماته، وحاولنا احنا في كل النقاط ان احنا نحاول نحافظ على كل ما كان موجود. فشكلت هذه اللجنه للبحث عن كل الممتلكات المبعثرة خلال فترة السنوات الماضية، ومن خلال هذه النقاط طبعا تم تشكيل وجرد كل الممتلكات بداخل دولة ليبيا وخارجها، والحمد لله من هذا المنطلق قد قامت اللجنة بمعامل مجهود جبار شديد جدا، وقد طيب. قامت بلملمة كل الممتلكات واللي كانت من ضمنها زي ما حكيت لحضرتك طبعا ما كانش يعني نتيجة استقرار اللجنة اليوم اللي ماسكة الجمعية لهذا عليك. السبب هو يعني كان الموعد الآن. طيب خلونا نتوجه لسيد خليفة المهدوي مدير دار الفنون في طرابلس. سيد المهدوي كنت لو سمحت نعم ايه بس خلينا نعطي له وقته بس معلش سيد علي. سيد المهدوي كنت تسمع في السيد الحراري اعتقد كان يتكلم ورد على السؤال ويعني وذكر عده نقاط، شن تعليقك على كلام السيد الحراري؟ اولا شكرا على سؤالك الاخير اللي سالته للسيد علي المهندس علي الحراري. قبل 25 يوم عقد اجتماع في الدعوة الإسلامية مع السيد جمال الكوني وتناقشنا على مواضيع دار الفنون وحددنا المعطيات وحددنا شو اللي موجود لنا وعلينا، وطلب مني وعطاني رقم السيد علي الحراري اللي اتصلت به أكثر من 20 مرة ولا يرد. نحن عمرنا ما رفضنا دفع مستحقات. اتصلت به سيد المهدوي لدفع المستحقات. عن إذنك ولو سمحت. فيما يخص الأرقام والمطالبات بيننا إجراءات قانونية مالية. هذه نوقشت ولدينا محضر يمكن غايب على الأستاذ علي، هذا وقع سنة 2014. موضح فيه كافة التفاصيل، وعمرنا ما رفضنا دفع مستحقاتنا ودائما هذينا تم لما تجي اللحظة المناسبة القانونية سنبرز ما لدينا. طيب. احنا إلى الآن لم نتصرف أي تصرف. جت لجنة من أشخاص جايبين رسالة لا تليق بمكان زي دار الفنون، وهي ما كانتش موجهة لدار الفنون بس، يعني لكل من تمام. هو موجود في العمارة سلمت له هذه الرسالة. الرسالة فيها رقم إشاري، فيها تاريخ، فيها توقيع، وليست مختومة. طلبت منهم قلت لهم راو هذا إجراء غير قانوني،
الواقع الطريقة كانت لا تليق بالدعوة الإسلامية. لعلمك الدعوة الإسلامية أول من دعم الدار الليبية للفنون صحيح، وكان المهندس محمد الهويدي معانا خطوة بخطوة، ثم تلاه المهندس محمد مفتاح الرويمي. طيب سيد خليفة فقط احنا ما نبوش نرجعوا لتاريخ دار الفنون، وعارفين ان في كان في تواصل، ولكن ايه طيب انا معك معك سيد، هذا مش تاريخ. طيب سيد خليفة فقط خلينا باش نكونوا في فصورة اليوم وفي صورة الحدث اليوم واللي صاير اليوم فعليا. خليني نسألك فقط سؤال بسيط سيد خليفة. بالنسبة لنا دار الفنون، بالنسبة لنا دار الفنون إلى أن يتم الحوار القانوني المالي لم نتصرف. طيب ذكرت نقطتين ولازم نستفسر عليهم باش نتوجهوا للسيد علي الحراري. ذكرت انك انت اتصلت به اكثر من 20 مره ولكن هو لم يجب. هل ايه طيب ما ردش عليك؟ سبب الاتصال كان عطالية الاستاذ جمال الكون. طيب سبب الاتصال سيد خليفه هل هو لدفع المستحقات؟ طلب مني جمال الكوني اتصل بالسيد علي الحراري علشان تحددوا ما لكم وما عليكم. طيب الرسالة الخاصة اللي وصلتكم واللي وصلت لكل الناس اللي موجودين في مبنى دار الفنون، من هي شنو هي الجهة اللي كانت منها، يعني اللي صدرت منها هذه الرسالة اللي فيها الرقم الإشاري زي ما ذكرت حضرتك وفيها التاريخ ولكن غير مختومة؟ بدون تختم نعم، من لجنة مشكلة من رئيس لجنة تسييرية للدعوة الإسلامية برئاسة السيد محمد بالحاج. طيب خلينا نتوجه للسيد علي الحراري. السيد علي الحراري أنت معنا وكنت تسمع برضو نعم. في سيد نعم. خليفة أذكر أنه هو حاول يتصل بيك لترتيب أو لي يعني تعديل الشؤون المالية والشؤون القانونية بين دار الفنون والجمعية، وأيضا أذكر أنه وصلتهم رسالة ولكن الرسالة غير مختومة، واعتبروا أن هذا شيء غير قانوني بشكلها الكامل وأن هي غير يعني لا يمكن الأخذ بالاعتبار القانوني بهذه الرسالة. شو رد حضرتك؟ أنا ردي للأمانة الشديدة طبعا بارك الله فيك أستاذ خليفة عموما على التوضيح، ولكن في كل الأحوال إحنا هنا زي ما تقول ما إحنا جايين في باب خلاف أو شيء، لكن للمناقشة أو لاستيضاح بعض النقاط أكيد. والأشياء أكيد. اللي غايبة علينا وعليهم يعني، لكن حنا على كل حال باش نكون واضحين، إحنا طبعا باب إحنا موظفين في نهاية المطاف في جمعية الدعوة الإسلامية وأبوابنا مفتوحة عادة دوامنا من الساعة 8 إلى الساعة 5 مساء، يعني كان يقدر للأمانة الشديدة يرد علينا بإجراء رسمي، واحنا عندنا المحفوظات نتاعنا نستلم رسائلنا، وفي حاله موجود اي نقطه او اي تفسير استفسار او اي نقطه مثلا غايبه علينا او عليهم يعني نقدروا نقعمزوا على الطاوله. ولكن هو ذكر سيد علي ذكر انه حاول يتصل بك ولكن انت ما ردتش عليه. انا للامانه الشديده طبعا ما نعرفش، ما عنديش عاده يعني عاده اذا كان حتى انا ما ردش عندي مدير مكتب عاده الموبايل موجود عنده او تليفون الارضي موجود عندنا، ما نعرفش التواصل كيف كاين، لكن على كل حال انا ما بيش ننكر نقول انه ممكن لعله عسى ما اتصلش بيا، لكن عندما 20 مرة أو 30 مرة هذه للأمانة الشديدة ما نتصورش أنها في يوم من الأيام كان عندي رقم هيك بالشكل هذا. مانيش نكران ليها أو طعنا فيه، لكن ما نقدرش نقول شيء هيك حتى. طيب أذكرتم بأن أنتم قدمتم خلال البيان تبع الجمعية أنكم أنتم قدمتم أو راح تقدموا مكان ثاني لنقل دار الفنون. طبيعي جدا، هذه واحدة من النقاط اللي حبيت أوضحها. طيب لو يعني في خلفية يعني سابقة بين الجمعية ودار الفنون لعدم دفع المستحقات وما إلى ذلك، اليوم ليش الجمعية قاعدة تقدم في مكان ثاني لدار الفنون في الوقت اللي ممكن ينعاد فيه نفس السيناريو القديم؟ طبعا حنكون واضح معك، طبعا جمعية الدعوة الإسلامية طبعا غنية عن التعريف، وهي احد معالم ممكن ما فيش حد من سواء كان بداخل الدوله الليبيه او خارجها ما يعرفش حاجه اسمها جمعيه الدعوه الاسلاميه. جمعيه الدعوه الاسلاميه هي احد المؤسسات للامانه التي تقوم بعمل دعم كل المؤسسات التعليميه والثقافيه والانسانيه والاجتماعيه والى اخره، يعني زي ما تكلمت الاخت اللي قبل تقريبا اللي في المداخله او ما نعرفش اذا كان هو تسجيل وتكلمت على جمعيه الدعوه الاسلاميه وما قدمته نعم. للاسلام والمسلمين او الى طيب. المجتمع المدني او الى المساعده، يعني انتم ما زلتم متعاونين. سؤال اخير بس باش نخدم طبعا جمعيه الدعوه الاسلاميه للامانه الشديده من بحر اشهر تو ليس بالبعيد، العديد من الجامعات العديد من قمتم بمساعدتها وهذا وزارات التعليم والله وللامانه الشديده بدون مبالغه يعني يجونا شبه يوميا رسائل من كل المؤسسات الموجودة بداخل هذا شيء أكيد سيد الحراري، ولكن سؤال أخير قبل ما نختم مع حضرتك فقط باش نكون صادق حتى للتاريخ طبعا هذه الكلام نقولها، أبسط شيء كانت كل طبعا وزارة التعليم في الفترة البسيطة الماضية هذه طلبت منا قاعات اجتماعات
وبارك الله فيه ووفرته لهم. سيد علي سؤال أخير بعد إذنك فقط، نعم. ونعتذر على المقاطعة ولكن لضيق وقت البرنامج، هل لازلتم أو هل أنتم مصرين على إخلاء دار الفنون وهدم دار الفنون بنعم أو لا لو سمحت؟ طبعا لسبب طبعا احنا في سنة 2013-2014 إذا كان الأستاذ خليفة قاعد يتذكر تم تشكيل فريق فني من مهندسين متخصصين لدراسة الوضع القائم بالنسبة لكل المباني القائمة والتي تمتلكها جمعية الدعوة الإسلامية في مدينة طرابلس وخاصة القديمة منها. طبعا خلال الزيارات الميدانية هذه المتسلسلة لكل المباني وممتلكات الجمعية لوحظ بأن في بعض منها مباني تحتاج إلى صيانة تحتاج وفي بعض منها متهالك جدا. فلوحظ أن المبنى هذا اللي موجود فيه للأمانة شديدة من الصدف طبعا ما هوش موضوع مستهدف إلى دار الفنون، إن هو مبنى للأسف الشديد يحتاج إلى صيانة شاملة. طيب جدا. يعني أنتم مصر يعني اليوم مصرين لإخلاء دار الفنون ولكن هنكون واضح معك بعد إذنك هنكون واضح بعد إذنك شوية هيك على الأقل نحاول بس في أقل من في 15 ثانية أو في 10 ثواني بس. تمام ايه. المبنى هذا طبعا كيف درسوه المهندسين وجدوا أنه يحتاج إلى مبالغ باهظة جدا 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 جدا، وفي نهاية المطاف تحكي على قصة صيانة هذه مهما كان المعيار اللي إحنا بنديروه هنرجع بعد 10 سنوات ونصينه من جديد. فأوصي بأنه يتم إزالته وإعادة إعمارة من تاني، وللعلم لعل عسى حتكون في فرصة لدار الفنون طيب. إنه يكون أفضل حتى لو كان في نفس المكان هذا، إحنا ما عندناش مشكلة بالعكس زي ما حكيت لحضرتك جمعية الدعوة الإسلامية حتوفر مكان تاني قبل إخلاها موجود المكان موجود طيب. في مكان شكرا جزيلا لك سيد علي الحراري مدير مكتب المشروعات والتنفيذ الذاتي بالجمعية. نتوجه لسيد خليفة المهدوي مدير دار الفنون في طرابلس. سيد خليفة نعتذر على الإطالة أول شيء، ثاني شيء سؤال ولو سمحت الإجابة في ثواني، هل اليوم دار الفنون أو رواد دار الفنون سيخلون دار الفنون وسيسمحون بهدم الدار؟ دار الفنون لم تمانع الإخلاء، طلبنا من الفنانين اللي عندهم أمانات عندنا استدعيناهم من فضلكم خذوا أعمالكم لأن مطلوب منا إخلاء، ولأن الجمعية تبي تهدم المبنى وتنشئ عليه برج تجاري. بلغنا الفنانين إحنا طالبة منا الجمعية الإخلاء وبدأنا في تجميع أوراقنا بيش نطلعوا. طيب. الفنانين عن إذنك الفنانين والأدباء والكتاب والشعراء هذوما الناس اللي هم مستفيدين من هذا المكان اللي يجي نقولوا له نحن رانا سنتوقف عن العمل لأن هنطلعوا لمكان ثاني. إلى اليوم لم يحدد. هل راح تمشوا لنفس المكان اللي راح تقدمها لكم الجمعية؟ ما نعرفوش المكان يا أستاذي. احنا لا ورونا المكان ولا قالوا لنا امتى ولا نعرف اي شيء. نعرف انه هو شقتين سكنيات في عماره سكنيه في شارع هايتي لكن احنا ما شفناش يعني هذا المركز. شنو بنقول لك يعني دار الفنون مركز ثقافي علمي اجتماعي يمس كل الرواد يعني على مستوى ليبيا مش على مستوى طرابلس بس. نعم. والأمور القانونية والإدارية أتمنى من الأستاذ علي كيف يتكلم على الكلام هذا ويقول أن نحن أنا نعتبر هذا تشهير يقول من 94 إحنا مش دافعين. لا يا أستاذي، ولذلك أنا ما ردش لا الميديا ولا في السوشيال ميديا، هذا أنا حرد عليه لأنه هو تشهير وعن طريق القانون وعليه أن يرجع لإدارته هو اللي دايرة المحضر معانا في نهاية سنة 2014 يا أستاذي 2014. طيب. ولدينا جميع المستندات. إذن دار الفنون راح تتوجه للقانون والجمعية نعم. ستقابل نعم. هذا الأمر أيضا قانونيا. شكرا جزيلا لك سيد خليفة المهدوي مدير دار الفنون في طرابلس على تواجدك معنا. أقيمت ورشة عمل تحت عنوان التشريعات الليبية والزواج المبكر لمناقشة واستعراض أهم القوانين والتشريعات حول هذا الموضوع. حضره عدد من الأساتذة والقانونيين والإخصائيين الاجتماعيين والمهتمين بهذا المجال. مراسلنا عز الدين بالعوينات والتقرير التالي. التشريعات الليبية والزواج المبكر الواقع المأمول، تحت هذا الشعار نظمت اللجنة العليا للطفولة ورشة عمل لمناقشة واستعراض أهم القوانين
والتشريعات الليبية حول الزواج المبكر بحضور عدد من الأساتذة القانونيين وأخصائيين اجتماعيين والمهتمين بهذا المجال. توجد حالات طلاق كبيرة في هذه النسبة بعد ما يتم الزواج نظرا لصغر السن لعدم الرشد لمشاكل أخرى أو لظروف بعض الأشخاص اللي يتم تزويجهم في هذه المراحل اللي بداعي حمايتهم بداعي أنهم هم يجب أن يتزوجوا لأنهم ظروفهم لا تسمح بأنهم هم يبقوا في البيت في حاجة زي هذه. شهدت الورشة حلقة نقاش وتقديم العديد من المقترحات حول الحد من خطورة الزواج المبكر من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية وأهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي المتعلق بالزواج المبكر والتشريعات المحلية والدولية لمكافحة تزويج القاصرات ومناقشة عدد من التشريعات المحلية ذات العلاقة. المجتمع الليبي يمر بمراحل كثيرة نتيجة الأوضاع والتقلبات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي أفرز لنا هذه الظاهرة إن صح التعبير، هذه الظاهرة التي تمثل خطر على الطفولة، وأنا حاولت أن نسلط ورقة العمل متاعي حول النواحي الاجتماعية لهذا الزواج، سلبياته، أسبابه، حتى الإيجابيات هذا الزواج. مفهوم الزواج المبكر والأسباب التي تؤدي إلى هذا الزواج، الإيجابيات والسلبيات، كانت من أهم وأبرز النقاط التي تم التركيز عليها، حيث يسعى القائمون على تهيئة الأسباب والمتطلبات الداعية للحد من ظاهرة الزواج المبكر وما يتعلق بها من إهدار للحقوق الإنسانية وتحقيق المصلحة الفضلة. عز الدين أبو العوينات، دبليو تي في، طرابلس. حول هذا الموضوع مشاهدينا تنضم معنا الأستاذة مبروك الطيب العزومي مدير إدارة الشؤون الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس لجنة منح الإذن لزواج الليبيين والليبيات من الأجانب. أهلا وسهلا بك أستاذة مبروك. اليوم هو الموقف القانوني أو الموقف القانون الليبي من زواج القاصرات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا على الاستضافة. طبعا هذا الظاهرة إن صح التعبير، ولو أن لم يكن هناك دراسات واقعية حول هذا حول هذه الظاهرة أو إحصائيات على أرض الواقع تقول أنها هناك مشكلة وهناك ظاهرة، ولكن الواقع يفرض رأي بأن هناك بعض الحالات اللي تمثل في داخل المدن وداخل الأرياف هذه الظاهرة. الناحية القانونية لهذه الظاهرة باعتبارنا ليبيا موقعة على اتفاقيات حقوق الطفل واتفاقيات حقوق المرأة السيداو، سن الطفولة 18 سنة، ما قبل هذا يكون مخالفا للقوانين الدولية وقانون حقوق الطفل لمصادقة عليها ليبيا. طيب في من يبرر اليوم زواج القاصرات نتيجة ممكن ظروف اجتماعية، ممكن ظروف اقتصادية لبعض العائلات أو لبعض الأسر الليبية؟ اليوم لو تحدثنا على الظروف اللي ممكن يكون فيها استثناءات قانونية، إن كان في استثناءات قانونية طبعا لزواج القاصرات، ما هي هذه الظروف؟ طبعا بالتأكيد احنا الظروف موجودة، ممكن اللي تخلي ولي الأمر يجوز ابنته وكلا الطرفين، يعني الزواج الآن سواء للجنسين سواء الفتاة أو الشاب، ولكن هناك بعض الظروف فعلا اللي قد يضطر ولي الأمر أن يجوز ابنته، زي ما لاحظوا أن احنا ليبيا مرت بأزمات تهجير وأثناء الحرب وظروف اقتصادية ألقت بظلالها على الأسرة الليبية، مما قد يؤدي إلى مثل هذا الزواج. ولكن نحن نتمسك بأن للطفولة في ليبيا حقوقها، فبالتالي نستطيع أن نقول أن اختراق هذا القانون يعد اختراق لحقوق الإنسان وبالتالي حقوق الطفل. فالطفولة تمر بمراحل، فوجود الطفل أو الطفل الشاب أو الفتاة في هذه المسؤولية قد يكون جرم كبير في حق الطفولة. طيب، التي ننادي بها احنا جميعا. سؤال فقط سيدة مبروكة، اليوم لو في خلينا نقول بنت يعني اجبرت ان هي تتزوج زواج مبكر قبل 18 سنة، هذه البنت لو لجأت للقانون، هل ممكن القانون ان هو يحميها؟ وشن هي الآلية اللي ممكن يستخدمها القانون لحماية هذه القاصر؟
بالتأكيد أن في بعض الظروف اللي قد تجبر ولي الأمر بأن يزوج ابنته، ولكن هذه حالات قد تكون نادرة قليلا نتيجة لظروف ما لوقوع الطفلة في خطأ ما، فبالتالي القاضي يحكم بأن يمكن أن يكون هناك زواج، ولكن هناك القوانين تستطيع القانون الليبي حماية الطفلة النتيجة، لأن ليبيا مصادقة على اتفاقيات حقوق الطفل التي تمنع زواج المبكر، حتى المشرع الليبي طبعا زواج القصيرة. شكرا جزيلا لك الأستاذة مبروكة العزومي، مدير إدارة الشؤون الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس لجنة منح الإذن لزواج الليبيات والليبيين من الأجانب. أحضرنا سوق الصناعات التقليدية في بلدية غدامس ظهر الجمعة الوليمة الكبرى المتمثلة في طبق الكسكس الكبير. هذا الحدث الذي يأتي ردا على التهميش الأممي الذي أبعد ليبيا من أحد مكوناتها التراثية ألا وهي وجبة الكسكسي. منظمة اليونسكو كانت قد سجلت طبق الكسكسي الشمال الأفريقي ضمن قائمتها للتراث العالمي غير المادي، وذلك إثر تقديم ملف مشترك من 4 دول مغربية وهي الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا، فيما أعرب ليبيون عن امتعاضهم ورفضهم خطوة اليونسكو، مؤكدين أن الكسكسي طبق مغاربي منتشر في كل بلدان المنطقة المغاربية دون استثناء، فيما تفهم آخرون موقف اليونسكو لكون ليبيا لم تتقدم مع باقي بلدان المنطقة بالملف المشترك. هذا وبادر شباب مدينة غدامس بتحضير أكبر وجبة كسكسي في ليبيا، حيث تم استخدام 1800 كيلو كسكسي و500 كيلو لحم، والتي تكفي لإطعام 5000 شخص. مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة الليلة من هنا ليبيا، على أمل لقاء بكم في حلقات قادمة. إلى وقتها كونوا بخير. تنميرتي.